جرب تسيب طفل صغير لوحده وشوف يعمل أي هند من عين السرير. هبل حاجة تخلقه في حد صباه وفاء الكهرباء. باختصاره حاول يقتل نفسه بكل الطرق الممكنة. هو عايز يموت لانه فاهم اللي فيها وعارف اللي مستني. الإنسان بيتولد على الفطرة السليمة والمجتمع هو اللي بيزرع في دماغه أفكار مشوهة زي الأمل والطموح والطموح.